بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار النجاح: المحاولة المستمرة أن تكون محبوبا. لا يمكن دائما أن ترضي الجميع، إذ إن رضاهم غاية لا تدرك، فضلا عن أن أطباع الأشخاص وشخصياتهم قابلة للتغيير والتبديل. فمن المهم الاقتناع بفكرة الاكتفاء بالشخصية المثالية والروح الطيبة للاستمرار في رحلة تحقيق الذات وإثبات نفسك والوصول إلى أعلى المراتب، حتى على الرغم من عدم تقدير الجميع لك. هذا لن يكون عائقا ولن يشغل تفكيرك، خاصة إذا تذكرت أنك صادقا مع نفسك ومخلصا لعملك ومراقبا لأفعالك وأقوالك. من أبلغ موعظة هي أن يكون الإنسان رقيب لنفسه.